نورتنا وكترتنا يا معلم جابر. ده خليك وعزك، ده العقد اللي بينا. امسك. الله العظيم، بس انت جاي عليا قوي في العقد يا معلم. ازاي انت لسه ما قريتوش عشان تعرف انا جاي عليك ولا مش جاي عليك؟ اصل العقد يعني 30 40 صفحه، تكون يعني ايه بتهشكني بتطبطب عليا فيه؟ اكيد كل بند فيه بيتاكد حقك، والبند اللي انت حاططه لي نصه بيرجع لك حقك. بقول لك يا غريب، ما تمشي المصلحه دي وتعمل لنا عقد على الضيق 5 صفحات كده، قول فيه اللي ليك واللي عليك، خلي المصلحه دي تمشي. عدايه ما ينفعش. ليه؟ لان العقد ده ستاندرد. عارف يعني ايه ستاندرد؟ يعني ما يتغيرش. ما هو العبد الله برضه ستاندرد، يعني برضه كلمته ما بتتغيرش. اسمع يا معلم جابر، السعر اللي موجود في العقد ده مش هتلاقيه في اي مكان، ولو لقيته محدش هيرضى يديك. ليه؟ كويس انك قلت لي ليه؟ لان ده حكم السوق. ده بقى جواز على ورق الطلاق. اسمع اللي جاي يا غريب، العبد لله ابتداها بشيل الاصح، خلص المصلحه دي وغير العقد. كلنا عارفين يا معلم جابر انك بديتها بشيل الاصح. بسم الله ما شاء الله، عشان كده بلاش كبر، خلينا نبدا على الهادي. بس الكبر على اهل الكبر صدقه، ولا انت كنت غياب؟ لا ما كنتش. طيب عشان نفض الاشتباك اللي بيننا ده، نرجع للباشمهندس ونقول له العقد اهو، وهو يقول لنا رايه ايه وانا بلغك. حلو، عين العقل. اعرض بقى على الباشمهندس وارجع لي، بس يا رب تلاقيني. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سبحان مغير الاحوال، من الاصعب لحد ما بقى المعلم جابر. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.